كده ازيكم يا اجمد باشمهندسين؟ احنا معانا موضوع جديد النهارده اسمه عمليه التفريز. عمليه التفريز ديت عمليه زي عمليه الخراطه، زي عمليه القشط، بس الفكره ان هي ليها مهام معينه محدده انا بستخدمها فيها. طبعا احنا هنتكلم النهارده، هي لها طبعا انواع ماكينات هنتكلم عنها، هنتكلم عن كل العمليات اللي بتعملها، هنحل امثله عليها وهنحل اسئله عليها، هنتكلم جميع انواعها باجزائها بكل حاجه. طيب خلينا نعرف اله التفريز اللي انا بستخدمها عشان اعمل عمليه التفريز. بيقولك تعتبر عمليه التفريز هي احدى اهم عمليات القطع في المعدن، حيث يمكن تصنيع كافه الاشكال المتماسكه غير المتماسكه. يعني لو معايا حته نفس الشكل من ناحيتين فتمام، او حتى لو عشوائيه مفيش مشكله، هي برضو شغاله معايا. التفريز هو عملية إنتاج أسطح مستوية أو منحنية، سواء كانت أفقية أو عمودية أو مائلة. شوف الكلام ده دلوقتي في توضيح وأشكال وكده وكل حاجة. أداء القطع بقى بتكون متعددة حدود القطع. خلينا بالك عشان الحتة دي مهمة، لو ما يقول لك ما هي أداة القطع دلوقتي متعددة حدود القطع اللي هي بتاعت آلة إيه؟ التفريز. أما المسكوب بيكون اتنين، المقشطة بتكون حد قطع واحد، الخراط قلم الخراطة بيكون حد قطع واحد، فتاخد بالك من الحدود دي عشان بتتسجن فيها. تستخدم ماكينة التفريز في تسوية السطوح وتفتيح الأسنان بجميع أنواعها، وتفتيح المجاري والخباوير وغيرها. وهنشوف طبعا دلوقتي فيديوهات توضح لنا تفتيح التروس وتفتيح المجاري وأشكالها والكلام ده، هنشوف دلوقتي فيديوهات وأشكال وكل حاجة. بس خلينا الأول نتكلم عن مراحل تطوير ماكينة التفريز والتاريخ اتعملت امتى، بعد كده اتطورت في تاريخ امتى وهكذا. دي حاجة ليك انت. دي كانت شكل ماكينة التفريز أول ما اتعملت خالص، كانت زي ما انت شايف كده عبارة عن ترس وترس وحاجة بسيطة جدا يعني. بعد ان عملها مخترع أمريكي عام 1818، وانجات انتشرت في الصناعة حتى بقى سنة 1826. وبعد كده ايه اللي حصلناه بقى؟ جت في عام 1829 بقت بالشكل اللي انت قدامك ده، شكلها اختلف شوية، ازدادت طبعا زي ما تقول سيور واتياش اكتر، تمام. ده يخليها ان هي كميكانيكيا تبقى احسن يعني وافضل من الشكل اللي انت شفته المرة اللي فاتت، لحد عام 32. بعد كده بيقولك ان هو بعد كده يعني ربطت مركزيا عبر سيون وكلام من ده، حطها على منضدة وكلام من ده عشان تعمل لي اشكال مسدسة، يعني تعمل لي اشكال طبعا هتكون افضل من الشكل اللي فات زي ما انا قلت. بعد كده عام 1840 عمل ايه بقى فيها؟ خلاها لك ان هي تقدر تتحرك 3 حركات، حطلك منضدة هي تثبت الشغل فوقيها وبيعمل عملية التفريز من هنا كده. خلاك المنضدة دي تيجي عليا وتروح هناك وتروح يمين وشمال وتطلع فوق وتحت، فهو خلاها لك ان انت تقدر تتمكن ان انت تتحرك 3 محاور، وده كان تطور طبعا جميل يخليك تقدر تتحكم في الشغل اكتر وتعمل فيها اللي انت عايزه. لحد عام 1860. وبعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده اتطورت تاني، ركبنا جهاز تقسيم، وهنعرف يعني جهاز التقسيم ده بيعمل، احنا بنعمل بيه الثقوب، هنعرف اوضح في اخر الفيديو. بعد كده جه عام 1920 ركبنا محرك كهربي، بقت طبعا بتحرك 3 مناطق، ركبنا محرك كهربي عشان تعمل بكفاءه اكبر وكده. بعد كده جه بقى 1950 بدأ يدخل التحكم الرقمي، اداها اكواد وتعمل ان هي حاجات مهام معينه بسيطه بس ما تعملش ان هي زي يعني، بدأ يدخل فيها تطور الديجيتال وكده. بعد كده بقى جه 1960، وده بقى من افضل التطورات بدأت تحصل بقى في الوقت ده. 1960 خنجها بتعمل بالكمبيوتر، يديها اوامر وهي تفضل تنفذ، يعني ده الكمبيوتر زي ما انت شايف شكله كبير اهوت، يديها اوامر وهي تبدا تنفذ هنا اللي هو ايه الاكواد اللي حطها له وكده. بعد كده برضو اتطورت شويه برضو في حوار الكمبيوتر وكده، طبعا طور في الكمبيوتر وطور في التواصل ما بينهم وفي الاكواد، بالتالي تقدر تعمل عمليات افضل وكده. بعد كده بقى جه 1980 بدأ بقى ان هي يخليها يعني آلة رقمية مركزية متعددة الأغراض، تقدر تعمل حاجات كتير قوي. طبعا طور برضه في حوار الكمبيوتر والتواصل والمكنة، فبالتالي تقدر تعمل حاجات أفضل وأحسن وأسرع وتوفر وقت. ده بقى كان من أعظم التطورات أصلا في مجال الصناعة.
ربط لك الماكينه بتاعت التدقيق بالكات كام. وايه هو الكات كام ده؟ ده برنامج على الكمبيوتر، انا بحطه مثلا على الكمبيوتر او على اللاب، بيصور لي شكل الشغله بتاعتي، وبقدر اعمل في الشغله اللي انا عايزه على الكمبيوتر زي برنامج فوتوشوب. شفت البرنامج اللي انت شايفه قدامك ده؟ ده اسمه برنامج كات كام. بحط القطعه المعدنيه زي ما انت شايفه قدامك كده، وافضل اشكل فيها براحتي وانا قاعد على الكمبيوتر، واتك انتر، اسيب الجهاز يعمل كل اللي انا عملته على الكمبيوتر. شوف ان انت عملته بالماوس على الشاشه في الشغلة بتاعتك، الآلة بقى هي اللي هتعمله بعد كده لوحدها، وتروح بقى هي هتخلص لك الشغلة وتطلعها لك. والكاتكام ده بيستخدموه حاجات كتير قوي بقى دلوقتي، وده من أعظم التطورات أصلا اللي حصلت في الصناعة. نبتدي بقى في موضوعنا، احنا كده شفنا التطورات والتاريخ والماكينة بدأت منين وراحت لحد فين. الفريزر العامة دي شكلها في الحقيقة قدامك، بتبقى عبارة عن حتة تيوب وترابيزة، هيت بتتحرك فوق وتحت وشمال ويمين وعليا وجوه كده. طبعا عندك بركب عندي بنزلها رأسية، شفت المكان اللي انا حاطط عنده الماوس ده، بتنزل رأسية كده على الشغل. السكينة بتاعتك بتركب في المنطقة دي، او ممكن اركب السكينة بتاعتي هنا افقية كده بالمنظر ده. يعني في انت عندك مكانين تقدر تركب فيهم، وطبعا هنا موجودة الحركة بتيجي من هنا، وصندوق رأس السرعات، وده قائم ودي قاعدة شايلة كل حاجة. فخلينا نبدأ احنا بس اللي بكلمك يعني بالعامية كده، نبدأ بقى نخش في تفاصيل أكتر. أنواع الفريزة والأجزاء، أنت عندك الفريزة حاجتين، يا إما أفقية يا إما رأسية. وأفقية الاتنين بيعملوا نفس الغرض، بس أنا بستخدم دي على حسب الشغلة بتاعتي وبستخدم ده على حسب الشغلة بتاعتي. خلينا نتكلم عن الفريزة الرأسية دلوقتي. الفريزة الرأسية بتاعتك عبارة عن منضدة هي الترابيزة، والشغلة بتاعتك هي بيكون محور ده أداة القطع زي ما أنت شايف، فهي بيكون المحور بتاع أداة القطع عمودي على الشغلة بتاعتك زي ما أنت شايف، عشان كده هي اسمها رأسية. ودي قوعة شايلة الترابيزة، وده القائم بتاعك أو القاعدة بتاعتك، ودي ده القائم وده القاعدة، ودي هاند هي ماسكة إيه بيتركب فيها عمود الإدارة اللي بيتحط فيه سكينة الفريزة زي ما أنت شايف. والترابيزة دي بتقدر تتحرك كده وفوق وتحت وعليا هنا وهنا كده، تقدر تتحرك 3 حركات. أما الأفقية نفس الكلام بالظبط ونفس كل حاجة، بس الفرق إن أنت عندك طالع عمود كده جاي بالمنظر ده ونازل من هنا كده، بيمكنك إن هو تقدر توصل السكينة بتاعتك بالعرض كده. فبالتالي أنت زي ما أنت شايف دلوقتي المحور بتاع السكينة ديت زي ما أنت شايف هو عرضي أو أفقي على الشرنة بتاعتك أو موازي للشرنة بتاعتك، فبالتالي إحنا سميناه أفقية. فانت خليك واخد بالك ان الرأسية بيكون محور الشغل عمود على الشغل، محور السكين عمود على الشغل، اما هنا بيكون افقي او موازي للشغل بتاعتك. زي ما انت شايف في الصورة اللي فاتت هنا كده، بص شوف ماكينة، شوف السكينة شكلها عامل ازاي وضعها عامل ازاي. بص هنا بقى كده، دي السكينة بتاعت الماكينة الرأسية، لأن زي ما انت شايف دي السكينة هي المحور بتاعها عمودي على الشغل بتاعتك، فعشان كده هي رأسية. أما السكينة اللي انت شايفها على الشمال دي أفقية على الشغل بتاعتك أو موزع الشغل بتاعتك، عشان كده احنا سميناها ايه، دي بتاعت بتتركب في الماكينة أفقية. طيب خلينا بتوضح ايه الرسمة دي، بيقول لك هنا ان انت عندك السكينة بتدور كده اهوت، تمام، وبيوضح لك ان شوف كارت قد ايه، بيقول لك العمق اللي انا نزلته بالسكينه زي ما انت شايف ده كان الطول الاصلي. بعد كده انا ابتديت امشي بالسكينه كده عشان ابدا اجري في ايه، في السمك بتاع الشغلة بتاعتي. هنا بيقول لك ده حدود القطع، القطع اهو ده حدود القطع بتاعتك اهو، 1 2 3 4، عشان كده بيقول لك فيها حدود كتير قوي. ده هنا بيقول لك سبيد موشن، الحركة سرعة الحركة بتاعتك، وده فيت التغذية، ان الشغلة بتاعتي بمسكها وبغذاها كده، يمة اليمين بتقابل الشغلة بتاعتك بتقابل السكين بتاعك. هنا برضه نفس البيانات بالظبط، دي حدود القطع، شوف جاية بالمنظر الأفقي كده كده. سبيد موشن الحركة الدورانية، ده العمق بتاعك اللي انا نزلت بيه، الشغلة بتاعتك كانت الارتفاع بتاعها كده، اما انا ابتديت اكل انت الارتفاع خدته كده. وبيقول لك هنا ده سهم فيت التغذية بتاعتك كده، وده الورك بس الشغلة بتاعتك. هنا خلينا نتكلم بقى دلوقتي، احنا اتكلمنا دلوقتي على السكين واشكالها، اشكالها سواء كده او وضعها، يعني في سواء كانت في المكانة الرئيسية او الافقية، اتكلمنا على وضعها دلوقتي. تعال بقى نتكلم دلوقتي على المنضدة او الترابيزة اللي بيتحط عليها الشغلة بتاعتك او بتثبت عليها الشغلة بتاعتك. عندك المنضدة زي ما انت شايف كده، تبقى بالمنظر ده كده، او بالمنظر ده كده، تمام، بقدر احركها كده او اجفها كده، المهم ان دي شكلها يعني بتبقى هنج في المنطقه دي، انا بس بديك فكره عنها وخلاص كده. عمود الفريزر الافقيه ده بيكون موجود فين ولا بيتركب فين؟ تعال نرجع للفريزر الافقيه،
شفت السكينة متثبتة على عمود ان احنا نتكلم عنه دلوقتي، هو العمود اللي متثبت عليه السكينة اللي انت شايفها دي. فتعال نشوف العمود بتاعنا اوضح دلوقتي. ده العمود بتاعك اهوت زي ما انت شايفه اهوت. دي السكينة بتاعتك اللي احنا شايفناها هي على المكنة الأفقية. طبعا ده طرف مسكوب بيتحط في جوه المكنة، وده صامورة ربط. عشان اقدر اعرف السكينة دي لازم انا افك صامورة الربط، وبعد كده افك الخابور، وبعد كده افك المحمج ده واطلعهم، وبعد كده اطلع السكينة بتاعتي. اول ما عايز اظبط السكينة بتاعتي واربطهم تاني يضغطوا على السكينة بتاعتي يثبتوها. اما بقى ده بالنسبة للأفقية. اما بالنسبة للرأسية، الرأسية زي ما انت شايف كانت بالرأس كده اهو، اهي الرأسية بتاعتك. هتشوف عمودية ازاي، عمودية على الشغل بتاعتك اهي، والسكين متركب تحت. تعال بقى نشوف الرسمة بتاعتك دي، هي دي بتتركب في الرأسية. ده عمود العمود بتاع الفريزة الرأسية زي ما انت شايف، بيبقى واقف كده والسكينة بتاعتك بتركب هنا كده، تمام. السكينة بتخش في المنطقة دي كده. ده بالنسبة للعمود اللي شايل السكين. طب تعالى بقى نشوف طرق تثبيت الشغلة. شفت المنضدة الترابيزة اللي كانت موجودة ناحية على الشغلة؟ ممكن احط فوق المنضدة دي حاجة اسمها المنضدة الدوارة اللي هي بالشكل اللي قدامك ده، بتمكنني ان انا اقدر احط الشغلة بتاعتي هنا في المنطقة دي كده، واميل الشغلة بتاعتي بالزاوية اللي انا عايزها. فدي بتديني امكانية ان انا اقدر اميل الشغلة بالزاوية اللي انا عايزها. دي كانت اول طريقة تثبيت معانا. تاني طريقة تثبيت معانا وهي التثبيت بمثبتات الضغط، وكنت اتكلمت عنها بالتفصيل في الشابتر بتاع المسكوب. هتكلم عنها تاني دلوقتي كده على السريع برضو. عندك دي شكل مثبتات الضغط اللي عندك في الورشة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن حتة معدن هي تفاها فراغ في النص، هي دي ثبتات المضغطة، وده مسمار اهوت، وده مسمار، ودي مثبتات ضغطة. حطيت حتة معدن من عندي هنا من الورشة، يعني زي سندة كده، وسندة من الجهة التانية، والشغلة بتاعتي حطيتها في النص هنا وربطت بالمسامير. هي دي الطريقة التثبيت بمثبتات الضغطة. طبعا الطريقة ديت في طرق لازما اعرفك الصح والغلط في طريقة التثبيت. طب تعالوا نشوف الطرق الصح. يعني ده الوضع اللي قدامك ده وضع تثبيت صح، ساعات في ناس بتثبت غلط، فتعالوا نشوف الغلط والصح. هنا الصح عندك بيقول لك دي، شوف هنا ده مثبتات الضغط بتاعتك، وده الورك هو يعتبر قصها. وشفت انا ماشي بالماوس كده كأني عملت قطع قاطع من هنا كده، وخدتها الجزئيه دي كده بتكلم عنها كده. فهي دي الجزئيه اهي، الورك هو اتقطع منها، هو خد النص على الشمال اتكلم عنه. بيقول لك هنا ان انا لما اكون حاطط مثبتات الضغط بتاعتي كده، والورك بتاعتك نفس الارتفاع ده، احط بلوك نفس الارتفاع. طب وبعدين المسمار بتاعك انا اثبته قريب من الورك بتاعك، اثبته قريب من الشورن كده. ما ينفعش انا اثبت المسمار بتاعي شمال يا اما البلوكه، وانا عندي الضغط والحمل كله بيبقى في الورك هنا، بعمل فيها ثقب او بعمل فيها اي حاجه او قطع، فالحركه والضغط جايه من هنا. فانت ما دام سايب، فهنا الحمل هيبقى خفيف، فممكن تنجش الشغلة دي تيجي عليا تيجي عليا، فبالتالي مثبتاتها فيحصل مشكله. فانا لما اجي احط المسمار بتاعي يبقى قريب من الورك بتاعك. طب تعال نشوف اللي تحت كده. بيقول لك لو الورك بتاعتك عاليه عن البلوكه اللي عندي، بستخدم لها مثبتات ضغطه مش مستقيمه، منحنيه كده بالمنظر ده كده، جايه بالشكل ده كده. وطبعا المسمار بتاعي قريب من الورك اهوت. بيقول لك هنا بقى الغلط الكبير، ان انت لما يبقى عندك الورك عالي قوي كده اجيب لها بلوكه صغيره، فبالتالي هيحصل شوف هتبقى مايله قوي ازاي مثبتات الضغطه بتاعتي، فممكن التانيه تيجي تربط المسمار وانا شغال، فطبعا الشغل تفنجت فيحصل عندي مشاكل. باخد بالي لازم ارفع البلوكه تبقى بسو الورك بتاعتك. عندك هنا بيقول لك ده، هنا بيقول لك ان ده مثبتات الضغطه والمسمار حطيته والبلوكه بتاعتك. الورك بتاعتك بيقول لك في فراغ من هنا كده، ما ينفعش اثبتها بالمنظر ده. شفت الفراغ اللي انا حاطط عنده الماوس ده؟ لازم ابقى ببلوكه او باي حاجه من عندي عشان ابقى مامن الشغله بتاعتي. زي هنا كده بلوكه زي ده حطيتها في الفراغ ده كده، فده الصح. اما ده غلط، ما ينفعش، لازم احط بلوكه هنا. هنا برضه بيقول لك الورك بتاعتك لو هي في سبيس من هنا او في فراغ من هنا بالمنظر ده كده، ما ينفعش اثبتها بالمنظر ده كده، دي ممكن تتكسر او اي حاجه نتيجه الربط او الشوك. وما ينفعش ابعد المسمار قوي كده. بيقول لك يا نجم تقرب المسمار من هنا كده وتحط حته بلوكه من هنا تديك دعم اكتر وماسكه اكتر هنا، فده صح وده غلط، فتاخد بالك من طرق التثبيت. هنا التثبيت بمنقله تلات طرق معاه ممكن اثبت فيها. اثبت بالمنقله، دي منقله عندك عباره عن فك متحرك بيروح ويجي كده، وفك ثابت زي ما انت شايف هنا كده. انا لما اجي افتح ده كده افك اليد دي افكها شمال كده، اللي هيحصل ان دي هترجع ورا، فهيبقى عندي في فراغ هنا اقدر احط الشغله واربط تاني على الشغله بتاعتك. دي المنقله من الجنب اهي زي ما هي دي كده. بيقول لك ان ده مثبت الورك بتاعتك اهيت ورابط عليها كويس، تمام.
بس كده هو دي حكايه المناجم، هشوفها تحت في الورشه. يعني عندك رابع طريقه، وهي طريقه التثبيت بالمنضده المغناطيسيه. زي ما انت شايف، ان انت شايفه دلوقتي ده قدامك، ده منضده مغناطيسيه، هي عباره عن مغناطيس. من هنا انه بيحصل ان انا بثبت الشغله بتاعتي، بحط الشغله بتاعتي هنا، فالمغناطيس ده بيسحبها لتحت، بيمسكها كويس زي ما انت شايف هنا. دي عندك مثلا انا بعمل هنا عمليه بقى مش عارف ثقب او ايا كان. المهم ان انا جايبك الصوره دي عشان اقول لك ان انت دي المنضده عندك، او دي الشغله مثبتها شدها كويس، واقدر اعمل اللي انا عايزه في الشغله بتاعتي من فوق. فدي المثبتات، دي تثبيت بالمغناطيس. دي كده اربع انواع اتفقنا عليهم. تعال بقى نشوف انواع القطع بالفريزه. عندك نوعين، اب ميل الاعلى او داون ميل الاسفل. فعندك قطع الاعلى وقطع الاسفل. تعال نشوف القطع الاعلى بيقول لك ايه. القطع الاعلى بيقول لك ان دي السكينه بتاعتك اهيت، ودي الشغله بتاعتك. بيقول لك ان السكينه بتدور كده، اما الورك بتاعتك بتدور كده. فالقطع الاعلى الاتنين عكس بعض، السكينه بتدور كده والشغله بتاعتك ماشيه كده، فالاتنين عكس بعض. فتعال نشوف فيديو كده بيقول ايه. زي ما انت شايف السكينه بتاعتك بتدور هنا اهيت، عماله تكون في الشغله اهيت، ماشيه كده تكون في الشغله، والشغله بتاعتك بتتغذى كده داخله كده اهي. فالاتنين بيدوروا عكس بعض زي ما انت شايف. وهتلاحظ هنا ان السمك اللي بيتاكل قليل، تمام. طب تعالى بقى نشوف اللي هي الاسفل بقى، اللي هي داون مين الاسفل بقى، جوه القطع الاسفل او تحت داون ميلنج. بيبقى بيقول لك فيها الاختلاف بينها وبين التانية ان هنا السكين بيدور مع الشغلة بتاعتك، يعني الشغلة بتاعتك التغذية بتاعتها ماشية كده، سهم التغذية اهو في الدايركشن اتجاه التغذية. وهنا بيقول لك انكتر ريجيشن دايركشن، يعني تدفق او حركة انكتر الاتجاه بتاعها، بيدور كده بيلف كده، قطر اهو بيلف كده، الاتنين بيمشوا بيلفوا في نفس الاتجاه مع بعض في الاتجاه ده، بيلف كده فالسهم هيبقى كده ونفس اتجاه ايه الورك بتاعتك. هتلاحظ هنا ان عمق اللي بيكون فيه اكتر من التانية، يعني التانية شوف العمق بتاعها اصغر، او هنا هتلاقي العمق اصغر اهو، اما هنا العمق اكبر. فالعمق هنا بيبقى اكبر، عمق التاكل بيبقى اكبر. تعال نشوف بقى فيديو كده. زي ما انت شايف بتاكل اهي، بتلف كده فبتاكل في الشغلة بتاعتك، الشغلة بتاعتك ماشية كده، وفي نفس الوقت السكينة دايرة معاها، يعني السكينة بتزق مع الشغلة الاتنين. فنتيجة الضغط الاتنين في نفس الاتجاه هنا، فبيحصل عندك تآكل وعمق بينزل اكتر. وده كان الفرق بين الميلنج الاعلى والاسفل. فتاخد بالك عشان بيجيبك السؤال ازاي. بيقول لك مثلا هو الاب ميلنج او دوران السكين الاعلى، بيكون مثلا بيكون اتجاه السكين دورانه نفس اتجاه دوران الشغلة بتاعتك، فتكتب له غلط. لا، الداون هو نفس الاتجاه كده يعني. فخلي بالك من النقطة دي عشان بتجيب صح وغلط. نبدأ بقى نتكلم في أنواع السكاكين بقى. سكاكين التفريز اللي أنا بستخدمها وبتختلف على حسب استخدامي، أنا عايز أعمل في الشغل بالظبط. عندك نوعين من السكين المحيطية. السكينة المحيطية يا إما هما يا إما واحدة ذات أسنان عادية بتبقى بالمنظر ده كده، أو ذات أسنان حلزونية بتبقى نازلة بحلزون بالمنظر ده كده. هما الاتنين بيدوا نفس الغرض، يعني إن هي تسوية الأسطح، أمشي كده أسوي السطح بتاعي زي ما أنت شايف هنا كده. هنشوف الفيديو ده كده بيقول إيه. دي السكين بتاعتك اهيت، سواء حلزونية بقى او التانية دي ماشية كده اهوت، بتدور كده بتغذي الشغل بتاعتك. بستخدمها بقى لو انا ايه، لو انا مثلا عندي هنا مثلا في خشانة او مش نفس الطول، فابدأ امشي كده عشان يبقوا الاتنين ايه متساويين، نفس الايه نفس الطول، نفس يعني نفس السطح، يعني السطح مستوي، يعني تسوية الاسطح زي ما انت شايف. تعال نشوف هنا عندك تاني نوع معاك اسمه السكين الطرفي، بالمنظر ده كده. وتاخد بالك من شكل السكاكين كويس عشان ممكن يجيبها لك في اكمل او اقصد في ام سي كيو ويقول لك السكينه دي اسمها ايه. فدي السكينه مثلا تفريز الطرفي زي ما انت شايف كده بالمنظر ده كده اهو، تمام. إيه عندك تستخدم لتسويه الاسطح العموديه والافقيه، يعني بيقول لك انا ممكن اركبها هنا كده بالمنظر ده كده، واسوي السطح من فوق او من الجنب براحتي. ودي بيقول لك ان هو مثبت الشغل هنا تقريبا بالمنقله حاجه شبه كده. عندك تاني نوع سكين اسمها سكينه المنشار. السكينه دي بستخدمها عشان اقطع. السكينه دي بتكون رفيعه جدا، تمام. بتتركب في العمود بتاعك زي ما انت شايف كده، وامشي في الشغل بتاعتي اقطعها نصين، فبستخدمها عشان افصل او اقطع ايه الشغل بتاعي.
تعالى هنا سكين شق جبهي مجري، بتبقى بالمنظر ده كده، تلاقي سن رايح كده وسن رايح كده، سن جاي كده وسن جاي كده. السكينه دي او بتبقى بالمنظر ده كده، شوف بتقطع في الشوكه بتاعتك ازاي. دي لو انا عايز اعمل مجرى مثلا، شوف يعني دي السكينه بتاعتك هي متركبه على عمود وبتدور كده والتغذيه كده، وعملتك مجرى اهيت في الشوكه. اما السكين الشق العدل بالمنظر ده بتلاقيها كام، بتلاقيها عدله كده عبارة عن مجرى كده، برضه نفس الكلام، برضه بتعمل مجرى بس بتشقه عدل. يعني هنا ممكن تشقه بميل، يعني بزاوية من هنا وبزاوية من هنا بميل. يا اما بقى شق متداخل، بتبقى يعني شفت اكنك مركب سكينتين في بعض، شفت السكينة ده كأنك مركب اتنين في بعض اهي، اتنين في بعض، شق متداخل واحدة كده وواحدة كده. دي ممكن بيقول لك ان هو هنا مركب سكينتين من دي في عمود واحد، واحدة هنا وواحدة هنا، عشان ياخد من الجنبين مرة واحدة وينجز وقت. فانا ممكن اركب اكتر من سكينة في نفس العمود، تفهمني؟ ده انا بقدر اتحكم منها بسهوله، افك العمود بتاعه واحط السكينتين بتوعه عادي خالص جدا. عندك سكينه دوري الاركان، وركز كويس في اشكال السكاكين عشان بتجيلك في جيم سكيو يجيب لك سكينه ويقول لك دي اسمها ايه، ويقول لك مثلا سكينه تدوري الاركان بتستخدم ليه في تدوري الاركان. السكينه دي هي بالشكل اللي انت شايفه، هي ممكن اركب اتنين منها مثلا. لو دي سبيكه الذهب، مش انت بتلاقي سبيكه الذهب كده جايه بدوران كده من فوق كده، فانا عايز اعمل مثلا سبيكه الذهب دوران كده، شوف عملنا دوران، احطها في سكينه اركب اتنين وتخش كده ما بينهم الاتنين، تديني دوران ايه الحواف بتاعتك. عندك سكينه محدبه بتبقى بالمنظر ده كده، طالعه محدبه بارزه كده اهي، تمام زي ما انت شايف السكينه. تعال نشوف لها فيديو، سكينة محدبة هي داخلة في الشورنة بتاعتك، هتعمل فيها تقعير أو نص كوس. فاحنا بنسمو السكينة المحدبة ديت عملتلي تقعير، عملتلي تقعير في الشورنة بتاعتي. يبقى السكينة المحدبة دي بتعمل في الشورنة شكل مقعر، مقعر نازل مقعر نص دايرة. طيب اما السكين المقعر بقى يديك بقى نص دايره في الشورنة، هي دي سكينه مقعر فيها فراغ من النص دايره نص دايره، فلما اجي امشي بقى في الشورنة تديك نص دايره في الشورنة. فيبقى السكين المحدب بيديك مقعر في الشورنة، اما السكين المقعر بيديك شكل محدب في الشورنة. عندك سكين زاويه منفرده، سكين زاويه منفرده بالمنظر ده شكله عامل ايه، شوف شكله عامل ازاي داخل في الشورنة اهوت، بيعمل لك في الشورنة زي زاوية كده، زاوية منفردة بجنب اهي، بيعمل زاوية هنا، بيعمل لك زاوية اهيت في الشورنة بتاعتك داخل فيها اهوت، ودي السكينة الزاوية المنفردة. أما سكين الزاوية مزدوجة متماسك بيبقى نفس السكينة دي بالظبط، بس أنا بحط سكينتين جاهزين في بعض عشان يديك إيه زاوية متماسكة في النص، أنزل بزاوية مثلا كده في الشورنة متماسكة. بيقولك هنا سكينة اهوت زي ما انت شايف مزدوجة، حطيلك سكينتين في نفس العمود اهوت عشان يعملك مرة واحدة يشتغل مرة واحدة اهوت. سكين قطع التروس بقى، سكين قطع التروس ده زي ما انت شايف بتبقى جاية برفع كده وداخلة بسمك تخينة عشان اعمل بيها التروس او التروس الحلزونية وكده. وعندك نوع تاني اهوت سكين قطع التروس الهوب، هناخده دي ودي، تعالى نتكلم في دي الاول كده وده هنشوفه في فيديو. خلينا نتكلم في ده الاول. شفت لما تكون عايز تعمل ترس بريمة حلزوني، ده اسمه ترس بريمة حلزوني، بيبقى عبارة عن دايرة اهيت ممسوكة في عمود من النص ودايرة تانية حلزونية جاية. هو دلوقتي باين عندي ان هو بيبدأ ياكل اهوت، بيعمل لي دايرة زي دي كده اهو، بيبدأ ياكلها من هنا اهو، يفضل يمشي كده يعمل لي دايرة زي دي، وبعد كده يرجع تاني من الاول يعمل لي دايرة زي دي، فيبقى دواير بالمنظر ده كده. فدي تديك حاجة اسمها ترس حلزوني او بنسموه بريمة. طيب تعالى ترس قطع الهوب ده بيديك برضه شكل ترس بس بالمنظر ده زي اكس كده، بيديك ترس نازل كده هو، تقدر عشية فيها اي حاجه من الجهه تانية، يفضل ده يدور كده فيكون في الشورنه بتاعتك يعمل فيها تروس، ده يفضل يدور كده وهو ثابت مكانه وتيجي تبدا تدور كده، فتعمل لك ترس بالشكل ده تدور، تعمل لك في الجهه التانيه يديك بقى تروس بالمنظر ده على المحيط كده، اسنان بالمحيط كده. تعال نشوف فيديو. شوف الفيديو ده بتدور، ترس الهوب فوق بيدور اهوت، ودي مية تبريد عشان نتيجة الاحتكاك والحرارة، والترس ده يفضل يدور اهوت زي ما انت شايف في الفيديو اهو، ده يفضل يدور ودي تفضل الهوب يفضل يخش واحدة واحدة اهوت لحد ما ايه يديك شكل ترس زي ما انت شايف اهو. ايا كان البطارية اللي مسبب بقى الترس اللي تحت، فما علينا، تديك تروس اقدر استخدمها. شفت التروس دي كده، شفت التروس ده، هي التروس دي انا دلوقتي بعمل ترس عشان اقدر احطه في مكان زي ده كده واشغله اهو، ترس اهو بيتعمل اهو، ودي ميه التبريد اهو. طيب تعال نشوف بقى اللي بعده.
عندك حاجه اسمها سكين طرفي للفريزه الرئيسيه، وده انا بستخدمها في الفريزه الرئيسيه فقط. بتبقى بالمنظر ده كده، السكين الطرفي بتاعك بيبقى بالشكل ده كده. فشوف كام حد قطع، 4 حدود قطع اهو. بستخدمها مثلا عشان اعمل مثلا تسويه للسطح بتاع هنا كده، ده مثلا سطح هنا في حته زياده، فانا عايز اسوي كونجات واسوي واحده امشي بيها كده، او شق مجرى بالمنظر ده. شفت هنا كده انا بشق مجرى داخل هنا، بشق مجرى في النص اهو، بنزل بالسكينه واخش كده شق مجرى، او بعت اشكال معينه في دماغي. شفت بقى عايز اعمل الشكل ده كده، ابدا اخش بالسكينه واطلع اطلع وانزل بمجرى كده تحت، او بعمل الشكل ده اعمل اشكال فراغيه من النص كده، او اشكال خارجية زي كده، او داخلية زي كده. فتعال نشوف كده فيديو صغير كده. دي تسوية سطحة، شفت السكينة دي بتساوي السطح من هنا كده، هي نفس السكينة دي كده بتدور كده وتمشي في الشغلة تساوي السطح ده، كنت تخلي سطح ايه واحد. عندك هنا سكين غنفاري زي ما انت شايف قدامك اهو، السكين الغنفاري ده بالشكل ده كده، الشكل بتاعه اهوت بيمشي بالشغل فيه زي ما انت شايف، عشان اقطع قطع هنا بزاوية معينة اهوت، او اعمل له مجرى. المجرى ده احنا بنسموه مجرى غنفاري، ايه هو في الشكل ده كده. عندك بقى سكين حرف تي، ودي دايما بيجي عليها اسئلة كتير قوي. ايه حرف تي ده بالذات؟ شكل حرف تي ده زي ما انت شايف اهوت، حرف التي ده انا بقدر اعمله طب خلينا اول نتكلم على شكل السكين الارضي، بيبقى عباره عن حرف تي اهوت، بيخش في الشغل كده يعمل في الشغل حرف تي بتاعك، فراغ حرف تي. تعال نشوف لنا فيديو. انت عندك اهوت شفت السكينه داخله في الشغل بتاعتك، الاربع قطع من فوق بثقب كده، بعد ما اعمل قطعه من فوق كده ابدا اقوم جاي مركب سكينه حرف التي، قوم جاي مركب سكينة حرف التي وداخل بقى كده بعد ما قطعت القطع ده كده، خش بسكينة حرف التي فتعمل له فراغ حرف تي في الشغل. حرف التي ده انا ممكن اعمله بالفريزه او اعمله بالمقشطه، فخلي بالك عشان هو بيجي في السكه مثلا يقول لك يمكن اعمل حرف التي ويجيب لك المخرطه والمقشطه والفريزه، او يقوم جاي جايب لك مثلا اختيار رابع يقول لك ايه اي وبي، واي وبي دي بيكون فيها مثلا الفريزه والمقشطه، فانت بقى تقوم جاي مختار الفريزه والمقشطه، ما تختارش المقشطه لوحدها ولا الفريزه لوحدها. واحنا اتكلمنا في باب الكشت ازاي بقدر اعمله في باب الكشت. عندك سكينة التخويش بتبقى بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده اهوت، نازلة هنا بسنون كده وبتبقى عريضة كده من فوق. التخويش ده طبعا ليه درجات معينة، ممكن درجة 60 82 على حسب درجة التصنيع اللي انا مصنع، يعني الزاوية اللي انا مصنع بها سكينة التخويش. وبتديك في الشغل التخويش ده انا بستخدمه عشان لو انا عامل ثقب هنا وعايز اركب مسمار، مسمار ينزل غرز هنا جوه الشغل ما يبقاش بارز عن الشغل، فبقطع جسن راس المسمار بقطعها في الشغل بالتخويش ده كده. فلو راس المسمار 60 زاوية الدرجة بتاعته 60 فبقطع بالسكينة 60 وهكذا، فهو بيقول لك هنا 60 درجة ده 82 درجة حسب السكينة بتاعتك بقى. عندك سكينة تدوير الحواف بتبقى بالمنظر ده كده، هي قريبة بالشكل من التخويش، بتبقى نازلة كده بس في دوران كده هنا كده، باين الدوران جامد يعني، وهنا مفيش سن، فبعملها عشان ادور الحواف زي السبيكة كده. وانا فاكر حتة السبيكة اللي قلتلك عليها، نفس الكلام ممكن بالسكين ده اقدر ادور الحواف بالمنظر ده كده. ده جهاز التقسيم احنا هناخده في فيديو لوحده مع الأسئلة بتاعته. تعال هنا مع بعض نحل شوية أسئلة. انت عندك هنا هو جايب لك صورة السكينة دي وبيقول لك السكينة دي انا بستخدمها ليه، والسكينة دي احنا قلنا عليها السكينة المحيطية الحلزونية، بستخدمها عشان اعمل تسوية للأسطح، بمشي كده لو في سطح عندي من هنا كده فامشي عشان ايه اسويه. فاحنا قلنا بستخدمها عشان ايه اعمل عملية ايه تسوية للأسطح بتاعتك. طب تعالى هنا جايب لك بيقول لك تستخدم اداه القطع الموضحه بالسرعه في عمل اداه القطع اللي هي دي، قلت لك انها بتبقى رفيعه او نازله بسمك دي عشان اقطع بيها التروس، وقلنا دي سكينه قطع التروس. طيب بيقول لك هنا تسويه الاسطح ترس عدله عشان اعمل بيها ترس ايه عدل. كلام جميل. دي جايب لك ماكينه هنا وبيقول لك ما هو اسم الماكينه الموضحه، دي فريزه رئيسيه. فريزة رأسية ليه بقى رأسية؟ لأن دي السكين بتاعك اهوت، المحور بتاع السكين اللي أنا ماشي بيه القلم اهو عمودي على الشغلة بتاعتك، ودي الشغلة الحمرا اهي عمود عليها اهي، الشغلة بتاعتك جاية كده، فهو عامل عليها زاوية 90 فعمود عليها، فبالتالي دي اسمها الفريزة الرأسية. أما الأفقية بيكون موازي، يعني المحور بتاع الشغلة بيبقى كده، وعندك سكين القطع المحور بتاعها بيبقى كده. هو مدام عارف هو لو في سؤال زي ده هو مش حياتك ولا افقيه ولا رأسية وحياتك الفريزه العامه ومخرطه ومشطه، ساعتها هقدر اختار الفريزه.
جايبنك هنا ايه؟ تستخدم اداة انقطع موضح امامك فيه. دي اداة قطع مقعرة محدبة، اقصد دي محدبة ايه؟ محدبة نص دايرة. فانا لو جيت كنت في الشغل هتخليك شكل الشغل عامل ازاي؟ هتخليك شكل الشغل عامل كده، هتخليك شكل الشغل بتاعتك عاملة كده. اديتك نص كوس في الشغل تقعيرة كده في الشغل، نص كوس اهو تقعيرة كده في الشغل بتاعتك. فبالتالي السكينة دي اسمها ايه؟ محدبة، تديك ايه؟ شغل مقعر. فدي تفتيح مجرى عدل، تفتيح مجرى مقعر، تفتيح مجرى محدب. لا هي دي بتعمل لي تفتيح مجرى ايه؟ مقعر. فتاخد بالك السكينة دي اسمها ايه وبتعمل ايه؟ إيه انت عندك هنا؟ ده سؤال سهل جدا ما تخضش منه، بس انا هخليه في باب التقسيم، هجيب لك النهاية في باب التقسيم، وسؤال زي ده هيجيلك في باب التقسيم. إيه تستخدم أداة القطع الموضحة بالصورة؟ أداة القطع دي قلنا سكينة شق، دي قلنا سكينة شق، تمام. بتستخدم بقى في ايه؟ فتح مجرى حرف في، فتح مجرى انفاري، لأ فتح مجرى عدل، دي فتح مجرى عدل. هي باينة في شكلها اهي، شوف شكلها عامل ازاي. فلما تيجي تفتح مجرى هتفتح مجرى بالمنظر ده في الشغل. يعني الشغل عندك لو طالع كده مثلا بزاوية ايه؟ 35 اهو، دي الشغلة بتاعتك اهي. انا السكينه مشيت بيها هنا كده في المنطقه دي كده، فهتعمل لك مجرى ايه؟ عيدك بالمنظر ده. شوف حتى السلوم بتاعها. طيب كلام جميل. تستخدم اداه انقطع موضحه بالصوره في اداه انقطع دي زي ما انت شايف اهي. احنا لسه اصلا في سؤال زيها، دي سكينه شق، دي بقى استخدمها عشان افتح مجرى عيدك.